خبز Allah teynadı. هذا بيحكي الاعلان من الاونروا، يعني بيحكي انه في هناك وقف للتوزيع، وقف للتوزيع من يوم الخميس من 18 من قبل حوالي اسبوع، تمام، وحتى اشعار اخر مش معروف بتاريخ محدد ظل مسكر. يعني هذا اعلان من الوكاله، ولكن بده يصير في هناك توزيع اذا بتتوفر المواد. شوف من امتى واقف؟ من اسبوع، وحتى اشعار اخر، يعني تاريخ مش معروف، يعني الوقت مش معروف بسبب الحصار، بسبب الاغلاق. Well, for me it's I think the image speaking for itself is very important because we read all the time about how there isn't anything, there isn't any gas, there isn't any food, that people are queuing up for bread, that there isn't any flour, that there's a crisis, that Gaza is on a drip feed from Israel, and to actually see this inactivity here, this frozen, suspended animation of this UN relief warehouse, I think is a very powerful image. You know, I'm asked my opinion all the time by people here, and I feel like people who live here can speak much better than I can about anything. عشان تكون مبينة. طيب وانا اعطيك هذا، يمكن انا بعطيك الحج. لا تعطيهوش هو، انت اليك انت. لا انت خليه يعمل. هو مبين انه هو مواطن وعادي، بس انت. طيب. So we have to be visible to go to this area.
It's better because it's at the border and people have been shot here. أكيد. يعني the, our friends weren't too happy to come with us there. يلا روح. هاي في ناس كمان هناك جايين نوقفهم نحكي معاهم. We're okay about it. أنا هي المناطق اللي نرجع عليها يعني خدت معلومات كثير عنها. يعني كل المناطق. كل المناطق قطاع غزة. شوف الصبر شوف العندهم طيحوهم شوف الدنيا كيف صارت. So they can see us. Soldiers in the watchtower can definitely see us. They do a lot of surveillance on the border areas and they see everything and everyone. يعني هذا كل شيء كان شجر الزيتون شجر النرجيل. هذا كله ما هي شيء هذه. هي مس هو مس. أنت تتذكر النكبة؟ أنت تتذكر النكبة؟ مين؟ اليوم النكبة. يا حاج مواطن ولا مهاجر؟ أنا مهاجر يا دلوقتي. من وين مهاجر؟ من سلمة. من سلمة؟ آه. وين سلمة؟ سلمة يافا. من يافا. من يافا زمان وين حياة المرحوم بقول أبوي. سنت قديش هجرت يا حاج؟ أبوي بقول أبوي. 48؟ أبوي. ها؟ 48؟ آه 48 ب42. المي علينا والحد علينا. عندك ولاد؟ لي اثنين. وينهم؟ بيشتغلوا. ايش بيشتغلوا؟ ها؟ ايش بيشتغلوا؟ بزرع وبقدونس بيسووا سبانخ. يعني مزارعين؟ جارين مع زي بظالك انت بتقول خذ 5 دوم هذول سويهن وخذ هذا سويهن من يدين الناس. من يدين الناس مش اللي ملك. انت بتقول لي خذ يعني ماليش حيله في الشغله هذه انت مسكها. متجوزين ولادك؟ متجوزين. الله يخليك اياه. الله يخلي لك الجميع. وين زوجك؟ ها؟ وين زوجك؟ زوجتك وين؟ جوزها هنا مقطومه وقاعده. ايش معناها؟ السنه انقطم فيها انقطم فيها فخد وحطوا لها بلاتين مش كل بيقولوا لها بلاتين وانا كيف تعري والله على العكاز والله بعد الحين خليك نشوفك كان تقول لك بكذب. يعني والسنة خبط الدور وخبط العام خبط بتاعت ابني كمان القذيفة القذيفة الأول قالوا سدد هني البابا سددين البابا هيك هم يخطوا الحيطة فتحوا لها باب أوسع من هذا بتاعت ابني اللي بقولها عنه حكوا له سكر دنين الولد الصغير هم قالوا وهو في حضن أمه أمه قالت بالكلام هذا هاي جور عاملها عشان لما يصير طخ بل بد فيها قلت لك عم تحميش بسفر السفر من فوقي شوف هذا هذه بسفر السفر من فوقي عشان لما يصير في طخ If there's any shooting, if there's any shooting, he goes and climbs in there to hide in this hole in the ground. تحمنيش هاي بهيك. بس قالت يعني ابن ابن ليش؟ ليش؟ ها؟ ورا حجرة ورا الحجرة فيها على العكاز ايش؟ ليش؟ كيف حالك؟ شلوني؟ كيف حالك؟ أهلين شلوني كيف صحتك؟ شنو غطى يا بطة؟ شحتارة ويا درة؟ الحمد لله الحمد لله أهلين يا بطة شلونك انت؟ كيف
الناس يعني تريش الخبز هل كده بوش من الشوم